يحسب لجوميز في بداية الشوط الثاني نزول موتيابا ومحمد مهاب ياسر في بداية الشوط الثاني. البعض انتقد جوميز ان هو ما بيدفعش ببعض اللاعبين زي محمد عاطف، زي مهاب ياسر، زي محمد السيد، زي بعض من اللاعبين الناشئين. لكن هل سهولة المباراة او منافس كان اقل مما يجب فيه في شوطه الاول، ده اللي خلاه يقدر يدفع بموتيابا وايضا مهاب ياسر، ثم بعد ذلك دفع طبعا بمحمد سيد في الدقيقة 85؟ بص، هو يعني اعتقد يعني متفق معاك يا تامر انه زي ما قلت لك، يعني فريق فاركو الشوط الاولاني مش مبين انه يعني فرقه فيها او في شراسه في النواحي الهجوميه، مفتوحين بشكل كبير جدا في خط الظهر. فاعتقد ان التغييرات كانت يعني على قد المباراه. برضو شفنا ناس بقى لها فتره كبيره ما كناش شفناها، زي عمار ياسر وزي محمد السيد رؤى، يعني في لعيبه كتير كمان، يعني في تغييرات كتير نزلت. فاعتقد ان هي زي ما انت قلت من سهوله المباراه وانه ارى المنافس، فشايف انه دي فرصه جيده للعيبه ان هي تاخد بعض الوقت في المباراه عشان يقدر برضو يحكم عليها او يحكم على مستواها الحقيقي، انه يقدر يشتغل بيهم في المباريات اللي جايه ولا لا. هي دي برضو النقطه الاهم، ان انت هل اللي انت شفته النهارده من اللعيبه دي هل هتديهم فرصه بعد كده تاني ولا برضه هترجع تاني للعيبه اللي هي بقى، عشان خلي بالك في برضه لعيبه كتير مش موجوده ولعيبه موقوفه، فاكيد هيرجعوا. يعني في ثلاثه مهمين جدا عندك اللي هو زيزو ودونجا، دول المباراه اللي جايه اكيد هيبقوا موجودين، فهتضطر ان انت تشيل اتنين من اللعيبه الاساسيه لان دول هيلعبوا خلاص في ال 11. لا، فهتضطر ان انت تطلع اتنين من القايمه. صحيح، وبرجوع نضاي لازم هتطلع واحد كمان. بالظبط، فانت عندك ثلاثه هيرجعوا، هل هتسيبهم اللي هو مثلا زي محمد السيد وزي عمار ياسر وهابي ياسر ومتيابة؟ نعم. هل هيبقوا متواجدين ولا يعني برضو عندك شويه حاجات ما تقدرش ان انت تاخد فيها قرار، لان المنافسه لسه بدري. انا شايف الموضوع لسه بدري جدا. الزمالك فرط في نقاط كتيره جدا، بس عدد النقاط اللي موجوده والمباريات المؤجله سواء للزمالك او للاهلي، ما يعني ما اقدرش اقول لك ان الزمالك الموضوع مستحيل. لا، الموضوع صعب بس مش مستحيل. انا شايف الموضوع يعني حصل قبل كده كذا مره، والزمالك او الاهلي بيبقى عندهم مباريات مؤجله، وما اعتقدش ان في فريق سواء الزمالك او الاهلي او بيراميدز كمان اللي متفوق لغايه دلوقتي في جدول المسابقه هيكسب المباريات كلها، لان ده صعب جدا. فانا شايف ان لعيبه معينه هي اللي لازم تبقى متواجده. يعني انا مع مثلا فكره انه واحد زي عمار لازم يبقى متواجد، مهاب عمار ياسر انا شايف ان ده لازم يبقى موجود. يعني دي وجهه نظري. كنت لازم اشوف حد برضو مصر على نفس الفكره، كنت لازم اشوف حد من الباكات ليفت اللي موجودين سواء اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي هو محيي جمعه او حسن ابو المعطي، دول موجودين في قطاع الناشئين وانا عارفهم وامكانياتهم كويسه. كنت اتمنى ان اشوفهم في مباراه زي اللي موجوده النهارده، على الاقل ياخد مثلا نص ساعه تلت ساعه على الاقل تشوفه في الاجواء بتاعه الفريق الاول، وتقدر ان انت تحكم عليه على الاقل يبقى معاك بديل جيد. لان انت دلوقتي اي حاجه بتحصل لعمر جابر ما بتلاقيش حد، برضه هتروح لفكره نضاي. فكنت اتمنى ان يبقى حد موجود باك ليفت من الناس دي، تبقى على الاقل زي ما قلت لك تبقى يبقى قريب شويه من الفريق الاول.